السلام عليكم ورحمة الله الأخوات، أموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، ديال اليوم إن شاء الله يكون عبارة عن رحلة خارجة مع الأصدقاء قبل أذان المغرب إن شاء الله بساعات المكانة. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا بوادة ديال الماء إن شاء الله، بوادة تاخد الماء. نحاول أننا نطلع نوحد العنصر من أفضل العناصر ديال الماء اللي كاينين في الفنيدق إن شاء الله، ولكن المشيان هاد العنصر ماشي سهلة. طريق كاملة، بيست كاملة حفاري، بالإضافة عدتكم فيها مغامرات إن شاء الله، بالإضافة العقابي بزاف مغامرات. المهم الإخوان فهاد الساعة هادي خليكم مع الفيديو، استنوا الأخ عبد الحق يجي إن شاء الله. يجي عبد الحق السيماتي هنا كيف ما كتشوفون، الأخ حافظ كنستناو هنايا. هادي صانية إير 50 اللي خرجت في 2020، اخر ما خرجت 2020، وهذه الاكس 50 اللي كانت خرجت في الاول ديال 2020. الاكس 50 ديالي راه كتعرفوها كاملين، عملت عليها بزاف ديال الفيديوهات. ان شاء الله يجي الصديق عبد الحق وغنشدوا الطريق ان شاء الله، بقاو معنا. اخيرا هو عبد الصيماطي، عبد الصاروخ ديالنا هو جا. اش في اخي عبدو؟ المهم الخوت على بركة الله ننطلقوا إن شاء الله. المسيرة ديالنا عبد الصاروخ هو سيماتي باربريزا المالا المسائل كلشي ناضي إن شاء الله. المهم الطريق واخا قريبة، ولكن الطريق غتكون كاملة مغامرات إن شاء الله، وهادشي اللي غتشوفو معنا في هاد الفيديو ديال اللي قد ديالنا إن شاء الله. واش عندو ما كديماريش ولا؟ كديماريش ولا؟ ديماري هو خاصك تريقل ريقل المساعي. الله صاحبي المغرب عاد تبرنا. اطلق القرآن، اطلق القرآن صاحبي. بالله على بركة الله الإخوان، بقوا معنا انطلاقا من مدينة فنيدة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. ولكن واخا هكاك معنا ما نقولو اخاي شد الطريق. قول لي اخاي كيف عامل مع هاد السيكونت في هاد العقبة؟ خليها على الله وصافي. مشكيلة الطريق مجرحة، ولكن العقبة مشكيلة وصافي هكا. سلفولك تاعي بايل. ايوا سلك اخي. يلا يلا باش نعمل ليسونس انا نوقف الليل واحد التطليلة على Thank you.
لا لا مشينا زيد زيد عندي ما نسالك اخا الله ما عندي ما نقول عندي ما نقول اخا خمسة كيلومتر هيديك ديال البيست سمعتيني مرة تشوف هاد الله يصادم اللي كتشوفو معانا هنا كانوا كيتخبعو المهاجرين الأفارقة اللي كانوا كيحاولوا يدخلوا السبسة هادي البلايص ديالهم في هاد الغيران هادو المسائل اللي كانوا يدوزو منو هنا الطريق هادي كيكون فيها حتى الحلوف طرق عند الحلوف نروح لحضرة صعيبة شوفو هنايا بالنسبة للسياقة في الحدود الاخوان كاين اللي كيطلق الموطور بامور الحدود دايما خلى فيتاس باش كيمشي الموطور منو فليد كيفو فلاش بها كتعاهم بحال اللي كدير فران موطور فران موطور اللي كاين في الحديد كبير فهمت ديك فران موطور كاين في الحديد كبير نفس الطريقة انتي لو موطور ما شد لا فران لا والو لكن الشي الفران اللي كتشد الفران كيزلق هادي بيست واحد راه صعيبة دي بامور يدوم على الفران انا هو البريميرا الموطور مرتاح الا كنعاون الفران طريق صعيبة صراحة خوت هاد الطرقان هادو كاملين كانوا الطرقان ديال افارقة كيدوزو منو من هنا شفنا غندوزو غنعاودو حنا من ديك الطريق التحتاني هاد بيست خطير بزاف لحقو الدراري راه هربو علينا بغيتو تشوفها طريق خطير هادي كيستعملوها كيف ما قلت افارقة طريق خطير بزاف سكيل انا مشكل الفان هو المشكل كاين زين شو 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 مشكلة شو شو مشكلة مشكلة الحمد لله ايوا البنتو عندي ديك الرجلين عاوجين الرجلين ديال الفيل اللي كيوقف على الموطور جوج كيقيسو في الارض تخافي تكيلا شو سيماتيك يا هو داخل زعما واخا هكاك سيماتي موطور فينا جيتك ديالك الغرض هذا هاد الصانية عمرها كاريناج هادي الطريق ديال الكا تي ام هادي وهنا بهاد البومبا كنوجه التحية للكا تي ام الفنيطق الصديق اللي عرفناه صراحة فيديوهات عنده ناضيين كنتمنى لأي واحد شاف هذا الفيديو يدخل عنده أي 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 سيدي عليهم هاتا دوزتي من هاد الطريق هادي هاد المواطن هادو ما خرجوش من البيست ولكن الواحد مرة مرة في جرب الإمكانيات ديالو انا شو صراحه اخوان مناظر
شي حاجه رائعه واخا الطريق قبيحه واخا اللي كتشوف على هاد المناظر كينسيوك كينسيوك المشاكل اللي عانيتي منها في الطريق. وهاد بيست وهاد حب المغامره احنا ان شاء الله. اي 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 حاجه راه واش من حاجه كتسلق المشكله فيها الحص نقصو فيتاس بريميرا تاري ناضي ناخي عندك ما تسلى منصيمات يا خوت. وفين عبدو الصاروخ فين فين كان هبط عس ليها صح شكيلة شكيلة تسيواتي هذا صح الحمد لله الطريق مزيانة يا سيواتي بكرة تندم جميل اسمع تقتلنا صاحبي الله يا اش قال لك عمك تقاضي ما خصك تخلي مسافه الامان بينك وبين اللي قدامك هذا الشيء اللي ما خليناش في هذه اللقطه هذه كنا نخبزوا على راسنا وعلى موطورنا لا ناكلوا شي طايحه الحمد لله الحمد لله المهم دابا الحمد لله وصلنا للعين الحابس ديال الطريق خلانا نفوتوها حابس الطريق يخليك تفوز انت ماشي ما شعرش براسك اي اي وفين اخي عبد الصاروخ ايوا اخي الله يما اي اخي يا برا الله ما بقى شالت شالت ويلي 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 اسمعوا اشكيلي بس غنغسلوا الموطور دابا اش غنغسلوا الموطور صح خاصنا نمشيو انا وحافظ لهذيك البلاصه اخرى الطريق اللي طحت فيها انا نمشيو لهذيك هذيك المره غدا اللي ما قالش لها ان شاء الله عاود نعملوا لها النهار ديالها ماشي على حسب الوقت وصافي فهمت خا كاين واخا هاد البيستا وهادشي ملي كتشوف هاد المناظر والله العظيم كتنسى هاد ساد باش حاشا نغسلو الموطر نغسلو في الواد نساحت المهم نشلطو باش نلحقو نغسلو الموطر هاد السيد كيطيب انا عاود نعمرو المبنى هنايا صح علاش حنا هاي العين هنا حنا مزينا هاد التمارة كاملة على هاد على 5 لتر د الماء لا هو تغسلو عمرات من وشرا احنا باقيين هنا صاحبي نمشيو شي دابا هاي المهم اسمع البافريت فيها صح هاي امبيتر راه فيها والله ما كان شاعله قليل الامبيتر راه فيها وكاع ما كان شاعله بسم الله هادي هي العين تبني مصاله ياك اخي شلل اخي شلل هما كانوا عليه بدل الماء ولكن شلل ضروري هذا في الصف هو اللي واعر اخي منو عمر الله العظيم ما صاحبي خارج من التبر اخي ما عندي ما نسلق هما كانوا عليه بدل الماء ولكن شلل ضروري هذا في الصف هو اللي واعر اخي منو عمر الله العظيم ما صاحبي خارج من التبر اخي ما عندي ما نسلقه